بيقول لك الحق الحق يا دودي، الحق اليورو عامل ازاي. بيقول لك يا كاتب التاريخ اقفل كتاب التاريخ، هو في ايه؟ تعال نعرف كل التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب دود سبورت. من غير مقدمات كتير خش بقى على الحلقة، بس ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس، توصل الفيديو لكل الناس المحترمة علشان يصلك كل جديد. بنجح بيكم دعواتكم بإذن الله تعالى. أكون دايما عند حسن ظنكم، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. المجنونة دي اكتب يا تاريخ اسبانيا الى قبل النهائي ستفوز على المكانات الالمانية النهاردة. مش ممكن، متعة الاثارة، توني كروس ومش قادر اقول لك بقى مين ومين وينوير وشيلة، والنهاردة تتغلب المكان الالمانية وتخطف اسبانيا في الدقيقة 119 في لقاء من العيار الثقيل بمعنى الكلمة. يا جماعة كورة اليورو 2024 بيخليك ما تشوفش حد في الكورة تاني. اكتب يا تاريخ، كتب التاريخ، وقفل يا تاريخ علشان مش هنشوف بعض اللقاءات اليوم. وفعلا لقاء تاريخي، لقاء تاريخي، المنتخب الاسباني يتغلب ويخطف لقاء المنتخب الألماني في الوقت القاتل. مباراة بمعنى الكلمة فعلا، مباراة مجنونة النهاردة. يعني مش قادر أقولك النهاردة لمين، يعني حاجات غريبة، حاجات في منتهى الجمال، حاجات في منتهى الروعة. إيه الكرة دي يا جماعة؟ فعلا بمعنى الكلمة كرة، ولا أمتع ولا أروع من كده ما شفتهاش. اما النهارده بتتكلم على اسبانيا والمانيا، اما لما تروح للقاء الثاني وهو لقاء بمعنى الكلمه، تعال نروح فين بقى؟ تعال نروح على لقاء مين؟ تعال نروح على المتعه والاثاره، تعال نروح للقاءات الممتعه. وهيكون لقاء مين؟ منتخب فرنسا والبرتغال. يا ابو الكباتن، مش انا قلت لك النهارده هتلاقي فيه مفاجآت؟ ايه يا دودي؟ قلت لك تعالى يلا عشان نروح على مين؟ على لقاء فرنسا والبرتغال، دي مفاجآت. واللقاء الثاني على التوالي في الوقت الاضافي، واللقاء الاول في البطوله سيصل الى ضربات الجزاء ويفوز المنتخب الفرنسي برجاله كيلين امبابي واسماعيل ديمبلي ومين وكانتي ومين بقى. يا جماعه دي كوره، دي كرة من أمتع ما يمكن. وكريستيانو رونالدو برجالته المنتخب البرتغالي تودع كاس اليورو بضربات الجزاء اللي فعلا اسمها ضربات الحظ. لكن النهارده بتتكلم على مين؟ بنتكلم على كاس اليورو اللي فيه من أمتع ما يمكن، صوتي رايح من متعة الإثارة. وفعلا يا جماعة المنتخب الفرنسي سيواجه المنتخب الاسباني، ولقاء هيكون ضرب نار. تعال بقى نشوف مين هيطلع مين، ومين هيقدر على مين، ومين هيخلص على مين، ومين رايح لمين، ومين هيموت مين. هي دي الكوره، هي دي المتعه، هي دي الاثاره. وانا قلت لكم رجاله المعلم كيلين امبابي برجالته هيخلصوا على بيبي وبلونو لينو سيلفيا وكريستيانو رونالدو. وهتلاقي مين؟ عصابه، عصابه. يعني مش قادر اقول لك النهارده بمعنى الكلمه فعلا 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 يا جماعه كره مجنونه، كره في منتهى الجمال والحلاوه. يورو 2024 من امتع ما يمكن. وتيجي تقول لي مين الدوري المصري؟ ده دوري على الله. انت بتتفرج على ايه؟ ده فعلا يا جماعه عينك مش عايزه تخلص. انت لو كملت فوق ال 120 دقيقه هتكمل ومش هتزهق. انت بتلعب مين؟ ده انت بتلعب كاس اليورو. والنهارده فعلا وبالفعل المنتخب الفرنسي يخلص على المنتخب البرتغالي بضربات الجزاء اللي ما فيها، بص مش قادر اقول لك، مذبحه كرويه تاريخيه، مباراه مجنونه بمعنى الكلمه. واسبانيا سيواجه فرنسا، وبكره في لقاءين في منتهى الجمال والمتعه والاثاره. دي اليومين دول بقى دور الثمانيه، واللي يخسر يودع، واللي يخسر يطلع، واللي يخسر نقول له باي باي روح صيف وتعالى لنا. يعني مش قادر اقول لك النهارده فعلا لقاءين بمنتهى الجمال، فوز المنتخب الاسباني
وفوز المنتخب الفرنسي النهارده المكنه الالمانيه زي ما قلت لكم في حلقتي، قلت لكم من اول اللقاءات مش هتطلع قماش، واسبانيا تخلص على المانيا والمنتخب الفرنسي النهارده خلص على البرتغال، مفاجآت. واللقاء اللي جاي اسبانيا وفرنسا لقاء من العري التقيل بمعنى الكلمه، وبصراحه كره مش عايزينها تخلص، نظافة كرة من أمتع ما يمكن، لعيبة كرة من أروع ما تتخيل في الساحرة المستديرة داخل كاس يورو 2024 في مواجهة نارية ستكون المنتخب الأسباني أمام المنتخب الفرنسي، ولقاء ضرب النار. بتمنى من الله يكون الملخص عجبكم، أبقى أفهم معكم نعمل إشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو بإذن الرحمن إلى 5000 لايك، بنجح بيكم بدعواتكم بإذن الله تعالى، أكون دايما عند حسنكم. انتظروني غدا في لقاءات المتعة والإثارة وأخبار جديدة من ملعب الدود سبورت، يا رب تجعل بإذن الله بإذن الله أكون دايما عند حسنكم، بشوفكم دايما بألف مليون خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.